طيب شيخنا، هناك نوع من الالتباسات أحيانا في الحوارات فيما يتعلق بالمصطلحات وانتزاعها من سياقها، أو أن يحشرها في سياق معين من سياق الجمل لا يفهم قد يكون، فهل هناك من مغالطات ترصد في هذا المجال؟ نعم، في الحقيقة هذه نقطة مهمة جدا، وهي قضية فخ الإجمال. فخ الإجمال. ما معنى الإجمال؟ معناه أن يأتي بألفاظ ومصطلحات يحشوها هو بما يشاء من حق أو باطل. هي ألفاظ براقة فضفاضة لا تحدد مضامينها، وهنا يصطاد في الماء العكر. حرية، مساواة، حب، ديمقراطية، تطور، تكنولوجيا، حتى بعض الأحيان يقول تكنولوجيا، نهوض، الأمن، السلام، المشترك الإنساني، القضايا العاطفية، كلها عبارات فضفاضة تحشى بمضامين يريد ذلك الشخص أن يورط المحاور الطرف الآخر في المعنى الذي يريده هو، يجرك جرا نحو زاويته، نحو زاوية معينة، وأنت لا تسلم. إذا تكلمنا عن الحب، ما هو الحب الذي يقصده؟ تكلمنا عن الحرية، ما هي الحرية التي يقصده؟ هل حرية تغيير الجنس مثلا؟ فعلا. هل ومن الذي يخول له بهذه الحرية؟ هل الحرية أن يشرب الخمر ثم يقتل فلانا وعلانا من الناس بسبب خمره ويقول أنا شربت الخمر؟ من الذي يضبط شرب الخمر؟ حتى ولو كان الأمر يعني غير متعلق بحكم شرعي. نعم. هنا سأذكر لك مثالا جميل يبين خطورة العبث بالألفاظ. نعم. وكيف أن الإنسان قبل أن تتكلم حدد لي ماذا تقصد، لأني جميل. لو أنا وأنت جلسنا يوما كاملا نتناقش حول مسألة سهلة، هل العين يخرج منها الماء أو لا، لن نصل إلى نتيجة إلا بعد أن نحدد ما العين التي تقصدها أنت، نعم، وما العين التي أقصدها أنا. إذا كنت أنت تقصد العين الجارية، عين الكسفة أو عين الثوارة، نعم، فذلك شيء، وأنا أقصد العين الجارحة، لن نصل إلى نتيجة ولو مكثنا أسبوعا في النقاش. صحيح. لأننا لم نحدد المقصود بالعين. أنت تقول العين، أنا أقول العين مالحة، ما يخرج منها مالح، الدموع، أنت تقول لا عذبة، أنا متأكد من ذلك. فهذا هو تحديد مضامين المصطلحات. القصة أو المثال الذي أريد أن أشير إليه هو مصطلح المساواة. المساواة في كثير من الأحيان يلز لزا ويدس دسا تحت عباءة العدل، وهذا خطأ. لا يمكن أن تكون المساواة مساوية للعدل، إذ إن المساواة عينها قد تكون في بعض الأحيان عين الظلم. فلو ساويت ضرائب مثلا، فرضت 100 ريال على الغني و100 ريال على الفقير، جميل، مساواة، هل هذا عدل؟ لا، ليس بعدالة. العدل لا يعني المساواة، لا يعني المساواة. إذا جئنا إلى مثال المساواة بين الرجل والمرأة، طبعا إضافة إلى مغالطة فخ الإجمال المتعلق بالمصطلحات، هنالك مغالطة الاحتكام إلى سلطة فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة. هناك ضخ قانوني وإعلامي وضغط سياسي حول إقرار بعض الاتفاقيات الجائرة كاتفاقية سيداو. سيداو، نعم. اتفاقية سيداو فيها مخالفة صريحة لأحكام شرع الله تعالى. صحيح. والإقرار بها دون تحفظ على بعض بنودها أو على كثير من بنودها هو بمثابة مخالفة صريحة للقرآن والسنة. فعلا. وإقرارها يعد جرما جنائيا على المجتمعات المسلمة. الله. فإذا جئنا إلى مصطلح المساواة، هنالك دكتور بروفيسور كندي في جامعة تورنتو، وهو الدكتور غوردن بيترسون. هذا المحاضر بروفيسور متخصص في علم النفس، تحدث عن مصطلح المساواة بين الرجل والمرأة، فقال عبارة يعني دهشت حتى المذيعين ومن حوله. قال كلما حاول القانون وحاول المجتمع سن المساواة بين الرجل والمرأة زادت الفجوة الحقيقية بين الرجل. سبحان الله، هم يساوون بينهم والفجوة تزيد. كلما اقتربنا من المساواة بمعنى المساواة بمعناها الدقيق، نعم، نحن نبتعد عن العدل، لأننا نزيد في الفوارق بين الرجل والمرأة. فانصدم المذيع، قال له حق هذا، أنت جاد فيما تقول؟ قال نعم. قال أنت الآن تتجاهل الاختلاف الحقيقي بين الرجل والمرأة. نعم. فقال له طيب في ماذا تختلف الرجل، تختلف المرأة عن الرجل؟ وهذا السؤال دائما، ما الذي، ما الفارق بيني وبينك؟ هل نعم. الفارق فقط في
في التكوين الجسماني في موضع معين، قال له الفارق في أمرين، فارق ثقافي وفارق بيولوجي حيوي. الفارق الثقافي تفرضه الدين مثلا، الأديان تفرضه الثقافات، ويوجد وقد يلغى إن ألغي الدين أو ألغي من مجتمع معين طبعا، قد يلغى، لكن يبقى الفارق البيولوجي. هذا لا يمكن تغييره، كيف يمكن أن تلغيه؟ فقال سوف أضرب لك، أضرب لك مثالا بدراسات علمية مثبتة لديه وذكرها بالاسم، بالاسم دراسات، وقال في تعبيره عنها قال من أكثر الدراسات ثباتا ومتانة في تاريخ علم النفس. عجيب. قال لننظر إلى أكثر الدول مساواة بين الرجل والمرأة، الدول الإسكندنافية. نعم. كم عدد المهندسين في كم عدد الرجال أو نسبة الرجال من المهندسين؟ قد تصل إلى 90 أو أكثر. نعم. كم عدد الممرضين الذين يعملون في قطاع التمريض من النساء؟ 90% ربما أو أكثر. ما السبب في ذلك؟ قال السبب في ذلك سبب فطري طبيعي في الرجل وفي المرأة، وعلل ذلك بتعليل جميل. سبحان الله. يقول الرجل بطبيعته يهتم بالأشياء، والمرأة بطبيعتها تهتم بالأشخاص. أشياء وأشخاص. أشياء وأشخاص. الرجل يهتم بهذا الكوب ومتانته وكيف صنع وبالآلة، لذلك يحبون السيارات، يحبون الميكانيكا، تجد فعلا. الإنسان يحب العبث بالمفك ونحو ذلك. نعم. وحتى الطفل الصغير تجده ما يميل إلى الدمى. نعم. يميل إلى إذا كان هنالك جرافات أو ما شابه ذلك. كفطرة. نعم. بفطرته. المرأة تميل إلى العاطفة وإلى الحب والمشاعر، لذلك تهتم بالدمى، تهتم بالقطاع الطبي، تهتم بالعناية، تهتم بالزينة. فلذلك مهنة التمريض أساسها الاهتمام بالأشخاص. فعلا. عناية بالأطباء. ومهنة الهندسة، مهنة الهندسة ليس فيها حب ومشاعر بينك وبين الطابوق والإسمنت مثلا أو بين الحديد. نعم. 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 وإنما بين إتقان الأشياء، هل هذا الحديد في موضعه أو ليس في موضعه. فلذلك يقول، حتى قال من ضمن كلامه، يقول لا أستبعد وجود حماقة أن تلزم المهندسين بأن يكون نسبة 50% منهم نساء والممرضين 50% منهم رجال. فيثبت ذلك. إذن قضية المساواة يجب أن نفهمها بأنها ليست دائما عدالة، وهذه المصطلحات ينبغي أن نفهمها في حقيقتها قبل الدخول في المناقشة.